هل تعلم أن مدينة ألبكيركي بها العديد من نقاط اتصال واي فاي الخارجية المجانية؟ تتوفر خدمة الواي فاي في العديد من المراكز الاجتماعية والمكتبات والمنتزهات في المدينة. ابحث عن موقع بالقرب منك عن طريق الاتصال برقم 311 أو زيارة cabq.gov/wifi. تحقق من خريطة منطقة التغطية لمعرفة أين يمكنك الاتصال في هذا الموقع. توجه إلى موقع الواي فاي باستخدام جهازك الذي يدعم الواي فاي مثل الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر المحمول. بمجرد أن تكون في النطاق اتصل بشبكة واي فاي بجهازك. معظم الشبكات ستبدأ ب COA. لا تنسى فتح متصفحك والموافقة على شروط الاستخدام للاتصال. بمجرد الاتصال يمكنك تنزيل الواجب المنزلي والاطلاع على الأخبار والمزيد. تصفح